السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم متابعين الغالين؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. اليوم حبيت أشارك وياكم طريقة تحضير الكبة، وإن شاء الله راح نشوف شلون حضرت هاي الشوربة الصفراء. بس قبل ما أبدأ بطريقة تحضير وصفتنا لهذا اليوم، حبيت أعطيكم معلومات كلش بسيطة من خلالها تعرفون الفرق بين البرغل والجريش. كثير من المتابعات ما يعرفون الفرق بين البرغل والجريش. بكل بساطة، الجريش يكون وياه حبوب بيضة، يعني تروحين تشترين خصوصا من اصحاب المواد الغذائيه ويكون عندهم الجريش او البرغل فل، يعني مو هيك باكياس وما مكتوب عليها مثلا هذا برغل او جريش. فمن تشوفين ويا حبوب بيضه بهالشكل، يعني حبيبات بيضه، فاعرف انه هذا جريش، ويكون ناعم، يكون خشن، يكون وسط. الفرق بينه وبين البرغل هذا الفرق البسيط. اما البرغل يعني من تشوفيه فتشوفين كله لون واحد، ما ويا حبيبات بيضة، يعني ما ويا حنطة بعدها بيضة، هذا معناها برغل. وهم البرغل يجي ناعم وخشن ووسط، ويجي أسمر، يجي أبيض. فهذا الفرق البسيط بين البرغل والجريش. مثل ما تشوفون هاي نانا بي حبيبات بيضة، هذا ما بي حبيبات بيضة، هو هذا الفرق البسيط بيناتهم. طبعا اليوم كوبتنا راح استخدم بيها البرغل والجريش، راح اخلي ما يعادل كوبين من البرغل وكوبين من الجريش. ها مثل ما تشوفون دا اشوفكم الفرق لحد الان، انه هذا بيه حبيبات بيضة وهذا ما بيه حبيبات بيضة. راح استخدم كوبين برغل واستخدم كوبين جريش. حابة تستخدمين كوب برغل كوب جريش، يعني لازم يكون مقياس ثابت، والكوب اللي تقيسين بيه نفسه، قيسي بيه البرغل وقيسي بيه الجريش. بالنسبة للحشوة انا طبعا مجهزتها وعندي بالفريز وطلعتها اليوم استخدمها. انا عندي هواي فيديوهات بالقناة حضرت بيها حشوات للكبة والكبة يعني بشكل عام، حضرتها باكثر من فيديو. هنا انا خليت ملح وراح اخلي كمون، اكيد الكمون لازم يكون ويا الكبة، وشوية فلفل اسود. هنا انا راح اضيف بالبداية كوبين من المي المغلي واشوف بعد يحتاج له او لا. هسه بعد ما قلبته شفت انه يحتاج بعد، راح اخلي فد نص كوب ثاني. طبعا هنا انا خليت انا مي مغلي، عادي اذا تخلي مي مغلي، مي دافي، مي بارد، كله يعني يصير. بعد ما تركته فد تقريبا نص ساعة تشرب المي. هسه راح استخدم محضرة الطعام. طبعا تقدرين تعجنيها باليد بس شوية تطول، وتقدرين تستخدمين بها مثرامة اللحم بعد احسن تكون. واللي عندها محضرة طعام مثل هذا اللي عندي هم تقدر تستخدمها بمحضرة الطعام. تبقين مشغلة محضرة الطعام الى ان تشوفين البرغل والجريش يتكتل يصير بجهة واحدة مثل هالشكل، يعني من تشوفيه يتكتل يعني معناها صار جاهز انه تطلعي. وتشوفين بعد يحتاج لها مي او لا، يعني وانت تعجنين تشوفين تحتاجين بعد ما تخلي لها او المي اللي خليتيه كفاية. شوفوا مثل هالشكل يتجمع بجهة واحدة، هاي معناها يعني انعجنت وصارت تمام. وبعد ما تكملين همين ترجعين تعجنيها مرة اللخ وتشوفين بعد يحتاج لها مي، لان اذا كانت قاسيه قويه تكون بالاكل كلش قويه، واذا كانت لينه بكل سهوله تقدرين، اذا صارت لينه تقدرين تضيفي لها بعد شويه جريش او شويه برغل او سميد، حتى السميد تقدرين تضيفيه وياها. وهنا انا بديت الف، طبعا اني حبيت اسويها للعائله فقلت خلي اصور لكم اليوم، لان الشوربه اللي راح اسويها شويه بها اختلافات. بس عموما يعني طريقة لف الكبة وطريقة الحشوة عندي فيديوهات بالقناة كثيرة. فاليوم مجرد انه كنت يعني حابة اشرح لكم عن الفرق بين البرغل والجريش وطريقة تحضير الشوربة. طبعا اني مو سريعة باللف، هذا طبعا مسرع الفيديو اني، وهم حالي من حالكم، اهم من اتعلم من مرور الزمن. بس اهم شيء بلف الكبه تسوين العجينه مالتها خفيفه وتطلعين الزوائد لي برا، يعني تلفين بالكبه وتطلعين الزوائد لي برا وتقطعيها حتى لا تصير عندك مثل العقده صايره فوق بالكبه، وتصير عندك خفيفه وتضغطين عليها بين حرحاره ايدك حتى اللحم يصير ويطلع الهواء من عندها، واللحم يصير ويا عجينه الكبه. من تضغطين عليها يطلع الهواء من عندها وتطلع عندك كبة خفيفة وطعمها ما شاء الله يطلع روعة. طبعا انا عندي فيديو بالقناة قديم هم سويت بيه عجينة الكبة، خليت وياها الروزماري اللي هو عشبة اكليل الجبل، بس اليوم كان ما عندي فما خليتها وياها. بس من تخلين عشبة اكليل الجبل تطلع
الكبة كلش طيبة ويعني نغمة بالأكل. هنا أنا سويت نوعين، مسطحة وسويت مدورة. هاي المدورة راح أسويها للشوربة، وهاي المسطحة أستخدمها للتباسي، همين شوربات. هنا أنا عندي بالجدرية خليت شوية زيت نباتي وراس بصل ثرم تناعم، شوية أحمس البصل، ضفت هنا أنا بوتيتا كبيرة قطعتها مكعبات. طبعا هنا أنا خالة مي، راح أضيف عليها ملح. والكوبة اللي بقت عندي راح أسلقها سلقة بسيطة وبعدين أصفيها من المي وأفرزها. أنا طبعا طريقتي بتفريز الكوبة هي هذه، والدتي الله يعطيها الصحة والعافية تفرز الكوبة بهالطريقة، وأنا ما أخذتها من عندها. شوية أسلق الكوبة وبعدين أطلعها أخليها بمصفاية تنشف من المي وأبدي أفرزها بهالشكل، يعني أضمن أنه ما تتفتح نهائيا. يعني لو تبقى عندي 6 شهور بالفريز لا تتفتح ولا تتفتت ولا يصير عليها أي شيء. بس أنا يعني ما بقيها 6 شهور، إحنا ناكلها قبل هالفترة. هسه شوية راح أحركها برهاوة إيدي، أول مرة أخليها بالمي بس شوية تاخذ قرار، وبعدين هيك على كيف أحركها حتى لا تتفتح وتلزق وحدة باللخ. ومثل ما قلت لكم بس شوية الطوف هاي الكبة أطلعها أخليها بمصفاية تنشف من المي، وإن شاء الله أشوفكم إن شاء الله راح أفرزها. هنا أنا عندي هذا البصل والبوتيتا أحمس بيهن. هنا أنا خليت كم سن ثوم، طبعا اللي متابعيني دائما يعرفون أنا إيش قد أخلي ثوم بالأكل، لأن إحنا بالبيت نحب الثوم يعني بشكل عام. خليت شوية كركم وقليل من الكمون المطحون وشوية فلفل أسود، هاي البهارات اللي أخليها فقط. أنا اليوم طبعا حضرتها صفرة، حابين تسووها حمرة تضيفون معجون. خليت مي مغلي، وهنا أنا عندي هذا لبلبي مسلوق، وراح أضيف هنا أنا شوية من الأسباجيتي. حابين تضيفون معكرونة شعرية بكيفكم، بس اليوم حبيت شوية أغير فخليت كم قطعة أسباجيتي وياها. هنا أنا عندي هاي الكبة شوف شلون بس شوية طافت، راح أخليها بمصفاية وأصفيها وأبدي أسلق كل الكبة اللي راح أجمدها، يعني اللي راح أفرزها. بس اللي راح استخدمها للشوربة ما راح اسلقها، راح اخليها ويا الشوربة مباشرة. هنا انا عندي بدت الشوربة تفور، هسه خليت الملح واشوف بعد الاسباجيتي استوى، البوتيتا استوت. اذا اشوف بعد ما مستويات بالكامل اخليها فد كم دقيقة ثانية الى ان اشوف انه الاسباجيتي استوى والبوتيتا استوت، ذاك الوقت يلا اخلي الكبة، لان يعني الكبة ما تاخذ وقت بالفور، يعني بس تبدي تطفو على سطح الشوربة معناها استوت. هنا أنا بديت أضيف الكبة، طبعا هاي الكبة مثل ما قلت لكم أنا ما سلقتها لأن مباشرة استخدمتها ويا الشوربة. شوية أحرك الكبة برهاوة إيدي حتى لا تلزق وحدة باللخ، بس أول مرة أخليها في دقيقتين هيك تاخذ قرار وبعدين يلا أحركها. وهسه راح أخلي الغطاء مال الجدر وأنتظر على الكبة إلى أن تطفو بهالشكل. شوفوا من تستوي الكبة تصير أكبر وحبات البرغل والجريش تشرب الماء وتتفتح وتطفو على السطح، يعني معناها هسه استوت. بعد تذوقين الملح مالتها، إذا حابين تضيفون حامض كيفكم، بس احنا دائما ويا الشربات نخلي الحامض يعني منفصل حتى كيف الواحد يحبها كلش حامضة يحبها مو هالقد حامضة. وهاي الكبة اللي سلقتها بهالشكل راح أفرزها، أخليها بايركس واخلي بين طبقة والثانية بلاستيك غذائي حتى من اجي اطلعها اطلعها بكل سهولة. هاي طريقتي بالتفريز، وهاي كوبتنا صارت جاهزة. شوف ما شاء الله كل المواد استوت وطعم الكبة ما شاء الله كلش طيبة، يعني ريحة الكمون وريحة الكركم. انا دائما احب استخدم الكركم لان صحي ومفيد للجسم، واضافة اللبلبي والاسباجيتي والبوتيتا والثوم خلت طعم الشوربة يجنن. إن شاء الله هتجربوها وعليكم ألف عافية. إذا عجبكم هذا الفيديو فأكون جدا ممنون من حضراتكم إذا خليتوا له لايك. ألتقيكم إن شاء الله بخير وعلى خير بالفيديوهات القادمة. شكرا على حسن المتابعة ومع ألف سلامة.